إلى البناري. هذه الكرة من زيري بلال، التوزيعة خطيرة، تبقى الكرة لصلاح أي تعليق، توزيعة وضعت هذه الكرة، وتبقى الخطورة وتبقى المحاولة لاتحاد العاصمة، والهدف الأول، الهدف الأول من حامد الشيخ، والانطلاقة والعمل والتوزيعة، وكيف اقتنص حامد الشيخ الكرة بشكل ذكي جدا في القائم الأول، لم يترك ولا فرصة طبعا دفاع شباب بلوزداد. التوزيعة كانت من بنساسي في القائم الأول، المتابعة من بن دحمان لكنه لم يتمكن. بن دحمان أمام زيري بلال، يلعبها مع براجة، يضطر للعودة إلى الخلف للانطلاقة، فنير مع براجة، ثنائية صعبة خطيرة، التسديدة والتوزيعة لنيبي، هدف التعادل. الريتم بطيء احيانا، الهجومات قليله لكن الدقه والفعاليه حاضره من كلا الفريقين. تقريبا ارى البطاقه الحمراء في يد بشاري، فعلا البطاقه الحمراء، قد يكون معرض ربما لعقوبه صارمه وقاسيه بسبب القرارات الجديده. وتبقى الكره للشباب، زيماموش ينقذ مرمى من كرة ساخنة ومثيرة وصعبة جدا. عمار عمور ممتازة صعبة، وفلاح، فلاح يتمكن من إخراج هذه الكرة. حسني عنده الكرة دائما، محاولة التوزيع، تبقى الخطورة، تبقى الخطورة دائما للاتحاد. صعبة صعبة هذه الكرة، وفلاح، فلاح في نهاية المطاف يتمكن من إنقاذ فريقه. تنفذ عالية، والهدف الثاني هو أندرسون الذي تمكن من تسجيل أمام كوكبة من اللاعبين، هو الذي طبعا هاي الإعادة من عمار عمور من هذه الزاوية سنشاهدها. لا لا لا، ليس أندرسون، أندرسون بالرأس، بل سيبحث عن الثالث القاضي لأحلام شباب بلوزداد. وانطلاق الآن من حسني، من هناك التوزيعة صعبة، ما أروعها من